السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم فهالتوتوريال. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إزاي إن إحنا نقدر نشيل صوت الفوكال أو صوت المطرب من أي أغنية عن طريق برنامج أوداستي. برنامج أوداستي من البرامج السهلة والبسيطة اللي كل صناع المحتوى لازم يكون عندهم عشان يقدروا يعملوا إيديت على الصوت بتاعهم. تعالوا نشوف الطريقة إزاي. أول حاجة هنروح عند فايل، نعمل إمبورت للأوديو بتاعنا. هنلاقي ان الاوديو بتاعنا نزل، هنيجي يا اما نعمل سيلكت من هنا عشان نسلك على التراك كله، او ان احنا ناخد الجزء اللي احنا عايزين نعمل عليه عزل الصوت او نشيل صوت المطرب من عليه. تعالوا مثلا ناخد الجزء ده ونشغله. ازاي ان احنا نقدر نشيل صوت الفوق؟ بعد ما سلكنا على الجزء ده هنروح فوق عند افكت وننزل عند سبيشال وناخد فوكال ريدكشن اند ايزوليشن. هنلاقي هنا القائمه دي هنختار منها ريموف فوكال، وقبل ما نعمل ابلاي نسمع الموضوع هيبقى عامل ازاي بالقيم اللي قدامنا دي. تعالوا نقول مثلا ان انا مش عاجبني القيمه دي، لو شلنا في السترينث نزلناها لغايه الزيرو نيجي نسمع كده ما شالش اي حاجه، ولو رحنا عليناها لاعلى حاجه نعمل ريفيو من هنا. تعالوا نتفق اتفاق، كل ما علينا القيمة كل ما أثر على المزيكا بشكل عام على التراك كله، وكل ما نزلنا القيمة كل ما قلل نسبة فصل الفوكال أو شيل الفوكال. فالنسبة اللي كانت موجودة هنا واحد، تعالوا نخليها احنا مثلا اتنين، نقول له ريفيو. اللوكت هنا قطع لي عند 120. طب انا شايف اللي بيغني ده راجل ولا ست؟ اولا دي ست، فممكن نزود اللوكت بتاعنا شويه، بدل ما هي عند 120 نخليها مثلا 250 ونعمل ريفيو. الهاي موجوده عند 9000، تعال نجربها عند 10000. احنا كل ده على سبيل المثال. غير القيم لغايه ما تلاقي نسبه العزل اللي انت محتاجها، ولو عايز ترجعها للبريسيتس الاصليه بتروح عند بريسيتس اند سيتنج، دوس عليها وتقول له فاكتوري بريسيتس ديفولت، ترجعها لك القيم الطبيعيه اللي كانت عندك، حتى غير لنا الاوردر اللي احنا طالبينه. فهنفتح من هنا ونقول له ريموف فوكال، تعال نشوف ريفيو، تعال نقول له ابلاي. الموضوع كله ان حضرتك بتفضل تجرب القيم لغايه ما توصل لافضل صوت انت محتاجه. تعال نسمع النتيجه. تعال ناخد من قبلها الحته. تعالوا نتفق اتفاق، النتيجة اللي طلع من وجهة نظري أنا من 75% لـ80%، ممكن ما توصلش للـ80، ولكن نسبة مش وحشة أن أنت تقدر تشيل بيها صوت الفوق. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك وشير الفيديو مع أكبر عدد من صحابك عشان الفايدة تعم علينا جميعا. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.